مساء الخير عليكم، انا عماد خليل واهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا. في الفيديو دوت هنتكلم عن الجيميل اللي هي خدمة البريد الالكتروني لشركة جوجل. طبعا كلنا تقريبا بلا استثناء ممكن نكون عارفين ايه هو الجيميل وايه شركة جوجل، ومفيش حد يوميا ما بيستخدمش جوجل اكاونت او الامكانيات والخدمات اللي بتقدمها جوجل. فانا في الفيديو دوت هتكلم معاكو على الجيميل اللي هو اختصار لكلمة جوجل ميل وكل المميزات بتاعته، وهنختم الفيديو بالخطوات البسيطة لازاي ان انت تقدر تعمل ايميل على الجيميل. طبعا كتير مننا عارفينها، بس طبعا لو انت لسه جديد على الانترنت فهيبقى الفيديو دوت مفيد ليك. وكمان حتى لو انت كنت عندك جوجل ميل اللي هو الجيميل برضو ممكن تكون فيه كتير من المميزات اللي على الجيميل انت ما تعرفهاش. هنا هنتكلم في الفيديو دوت برضو على المميزات ديت بطريقة مختصرة، وفي فيديو جاي ان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل علشان تقدر تحترف الجيميل وتبقى عارف قد ايه ان انت تستخدم كل الامكانيات اللي فيه. طبعا انا حابب اقول لكم ان شركة جوجل اطلقت الخدمة بتاعت الجيميل دوت في سنة 2004، ودلوقتي فعلا وبلا استثناء شركة جوجل بالجيميل دوت بتتفوق على كل خدمات الايميل اللي ممكن تكون موجودة، سواء الاوتلوك او الهوت ميل الياهو، اي خدمة للايميل بتقدمها اي شركة تانية. فعلا بالمميزات اللي احنا هنتكلم عليها هتلاقي ان فعلا مفيش اي حد ممكن يقدم لك كل الخدمات ديت في ايميل واحد. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ عشان نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. يلا فأول جزء من الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هنتكلم يا جماعة عن المميزات الرائعة اللي بيقدمها لنا الجيميل. طبعا كتير زي ما احنا بنقول ممكن يكون عنده اكاونت على الجيميل بس ممكن ما يكونش عارف كل التفاصيل اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. فيا ريت لو انت كان عندك جيميل اقعد واحضر معايا الفيديو دوت، لان اكيد هتعرف حاجات انت مش كلها عارفها، واكيد هتعرف ازاي ان انت تستغل الجيميل بتاعك بطريقه اكتر. اول ميزه وهي السعه التخزينيه الكبيره جدا اللي بتقدمها لنا شركه جوجل في الجيميل. تخيل ان انت بيبقى عندك لغاية 15 جيجا بايت ممكن تستخدمها لكل حساب في الجيميل. طبعا انا جربت ايميلات على الياهو والهوت ميل قبل كده زمان، وفعلا فعلا كان بيجي وقت عليا بلاقي ان الايميل بيقول لي ان مفيش مساحة للتخزين لما يكون انت مثلا مشترك في خدمات على يوتيوب او خدمات على الفيسبوك، وبيجي لك اشعارات كتيرة وبيجي لك فيديوهات وبيجي لك وبيجي لك وبيجي لك، فبتلاقي الميل ما بقاش يستحمل الايميلات اللي بتجيله. ف 15 جيجا بايت ده مساحه كبيره جدا ممكن تستفيد بيها، وفعلا مش هتخليك تحس ان انت عندك اي مشكله، ودي اول ميزه. تاني ميزه ان شركه جوجل بتقدم خدمه حمايه فعلا عاليه جدا للايميل بتاعك. يعني من الاخر كده الايميل دوت بيبقى صعب جدا ان هو اي هاكر ممكن يخترقه، واي حد ان ممكن يدخل عليه، وكمان لو حصل حاجه زي كده بسهوله جدا قدم لك الخدمه ان انت تقدر تستعيد حسابك بحبه خطوات بسيطه جدا. ثالث ميزه وهي ان شركه جوجل علشان تستفيد بكل الخدمات بتاعتها بتخليك تعمل كده من خلال ان انت تعمل جيميل، وبالجيميل ده انت بتقدر تدخل على كل الخدمات المتاحه لشركه جوجل. يعني وانت بتدخل على اي خدمه من خدمات شركه جوجل الكتيره جدا اللي فعلا هنخصص لها فيديو محدد ليها لانها كتيره جدا، بتلاقي نفسك مطلوب ان انت تدخل بالجيميل، فانت مش هتقدر تستفيد بخدمات جوجل غير من خلال ان انت يبقى عندك جيميل، بما فيها طبعا الجوجل درايف اللي هو الخدمات السحابيه لشركه جوجل. الجيميل واجهته منظمه جدا وشكلها بسيط واي حد يقدر يفهمها بسهوله. يعني من الاخر الجيميل بتقدر تدخل عليه وتتعامل معاه بسهوله، لو انت اول مره تشوفه مش هيبقى عندك اي مشكله ان انت تستخدم الجيميل، مش هتحس ان الموضوع معقد. خامس حاجه معانا في المميزات وهي ان الايميل او الجيميل بيقدم لك امكانيه ان انت تقدر تكتب بلغات كتيره جدا، علشان هو
بيبقى منتشر في كل الدنيا، فبيقدم لك اكتر من 40 لغة، وطبعا فيهم اللغة العربية تقدر بيهم ان انت تحول حسب اللغة بتاعتك. وطبعا طبعا تخيل الميزة الجامدة جدا دي، ان انت تقدر تفتح الايميل بتاعك من جهازك ومن غير انترنت، يعني انت تقدر تتصفح الايميلات بتاعتك من غير انترنت، ودي خدمة فعلا رائعة للي ممكن يكون عنده اي مشكلة وجاله ميل وعايز يشوفه من خلال جيميل ومفيش انترنت عنده. وكمان واحدة من الحاجات اللطيفة جدا ان انت تقدر تحط صورتك عشان يبقى باين كده كلوجو للايميل بتاعك. ميزة من المميزات المهمة جدا في الجيميل ان هو بيتيح لك المكالمات الفيديو عن طريق ابلكيشن اسمها الهانج اوتس. فالهانج اوت ده بيديك خدمة ان انت تقدر تعمل مكالمات صوت او فيديو بكواليتي عالية جدا، بجودة عالية جدا، احسن كمان ممكن من الكواليتي بتاعة الماسنجر اللي على الفيسبوك او اي ابلكيشن تاني. وكمان بيديك الجيميل ان انت تقدر تحفظ الرسائل بتاعتك او المستندات اللي موجودة في الايميلات بتاعتك على الجوجل درايف، وتقدر توصل لها باسهل حاجة من اي جهاز في اي مكان. وطبعا لما انت بتوصل بالجوجل درايف ده بيخليك ان انت تقدر تبعت ملفات لغاية 10 جيجا بايت. تخيل معايا ان انت تقدر تبعت ايميل واحد لغاية 10 جيجا بايت، يعني من الاخر انت تقدر تستخدم الايميل بتاعك في ان انت تقدر اي تبعت اي مستندات انت عايزها في اي مكان لغاية 10 جيجا بايت، ودي ميزة مهمة جدا. وطبعا مش هنقدر ننكر ان انت تقدر تستخدم كل الامكانيات الرائعة بتاعت الجيميل من خلال ان انت تنزل الابليكيشن الجيميل على الموبايل بتاعك، وتقدر تستفيد بكل حاجة زيها بالظبط زي ما انت تقدر تستخدم البرنامج من خلال الكمبيوتر بتاعك بالظبط. وديت كانت المميزات اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبة لاستخدامنا للجيميل. تاني جزء من الفيديو بتاعنا يا جماعة هنتكلم فيه خطوة بخطوة عن ازاي ان احنا نقدر ننشئ ايميل على الجيميل. اول حاجة انت محتاج ان انت تفتح المتصفح بتاعك ايا كان اسمه ايه، وبعد كده تيجي في السيرش هنا تكتب كلمة جيميل وتدوس انتر، عربي او انجليزي مش فارقة يا جماعة. بعد كده هيظهر لك الويب سايت بتاع جوجل، تنزل سنة كده هوت على طول عشان تدخل على طول على كرييت يور جوجل اكاونت، وتروح دايس عليها. هتلاقي على طول فتح لك الصفحه دي. طبعا انت لو عايز تكتبها بالانجليزي شغال، تكتبها بالعربي شغال، بس طبعا البيانات عاده لازم تتكتب بالانجليزي. هعمل اكونت نفسي كده اهوت، فهقول عماد خليل، وهكتب اي حاجه هنا اهوت، مثلا اقول عماد دوت خليل دوت شحاته، وهدوس انتر كده اهوت. هيتشيك بقى هل الايميل دوت شغال ولا لازم اغير الاي دي بتاع الايميل. الجزء دوت يا جماعه اللي هو الجزء الاولاني من الايميل بعد كده @gmail.com هو الحته الاولانيه من الايميل، فهو بيتشيك. لو اداني ايرور هيبقى معناه ان الايميل ده محتاج ان انا اغير الاي دي بتاعه او الاسم دوت علشان ممكن يكون حد تاني مستخدمه. لو ما ادانيش ايرور يبقى انا كده تمام. بعد كده هحط الباسورد بتاعتي، اي باسورد بقى، فانا مثلا هحط الباسورد وكونفيرم تاني على الباسورد. طبعا اكونفيرم على الباسورد يا جماعه معناها ان انا اعيدها تاني بنفس الصيغه بالظبط، لان انا لو كتبت الباسورد هنا اي حاجه. طبعا الباسورد مهم جدا ان هي تكون فيها ارقام، فيها حروف، فيها حاجات كابيتال، ولو فيها كاركترز اللي هو اند برسنتج، اي حاجه تخليك الايميل بتاعك يكون صعب جدا حد يستنتج الباسورد بتاعتك ويقدر يفتحه، او ان حد يقدر يهكر الاكونت بتاعك. فمهم جدا ان انت تهتم بالباسورد بتاعتك في اي اكونت تكون بتعمله. بعد ما انت عملت الباسورد ورجعت كتبتها تاني فبتدوس نكست. هنا بيقول لك تحط رقم تليفون ليك، فانا مثلا هنا هحط رقم التليفون دوت، وبيطلب مني ان انا احط ريكفري ايميل ادرس على اساس ان انا ممكن ارجع للايميل دوت تاني لو حصل لا قدر الله ان اتهكر الاكونت بتاعي او حاجه زي كده اهوت. فانا مثلا هحط هنا ايميلي الاساسي، اهو. وبعد كده بيطلب مني بيانات شخصيه عني بقى اللي هي
تاريخ الميلاد، الشهر، واليوم، والسنة، وآخر حاجة الجندر يعني الجنس، هل أنا راجل ست أو مش عايز أقول، فأنا هكتب ميل اللي هو راجل، وبعد كده هدوس نكست. هنا بيقول لي الحاجات اللي هو كأن أنا بأجري عليها البرايفسي اند تيرمز، اللي هي الخصوصية وبنود بتاعة الإيميل اللي بيها أنا بتأكد، لازم المفروض إن أنا أكون بقراها، بس طبعا يعني معظمنا ما بيقراهاش، وبندوس على طول على أي أجري تحت كده أهو. وبكده يبقى احنا عملنا ايميل جديد على جوجل. ساعتها هنقدر بمنتهى البساطة لما ندوس هنا اهوت هنلاقي كل الخدمات. يا جماعة تخيلوا كل الخدمات ديت بقت متاحة ليك مجرد ان انت عملت اكاونت على جوجل. انا عايز اقول لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية هنتكلم عن كل الحاجات دي، بس ربنا يدينا العمر ان احنا نتكلم على كل الحاجات دي. بس بمنتهى البساطة انت اول ما تعمل الاكاونت بتاعك، انا مثلا هتكلم على الايميل نفسه، فاهو ادي الايميل اللي هو كلمة جيميل، هندوس عليها كده اهو، هيبدأ يفتح معانا زي ما احنا شايفين كده اهوت، ويبدأ يحمل علشان تقدر تستخدم الامكانيات الرائعة اللي هنخصص لها فيديو لوحديه عشان نتكلم على ازاي ان انت تقدر تتعامل مع الجيميل وكل المميزات اللي جوه استخدامك للجيميل. شكرا ليكو، دوت كل الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت لو كنت افدتك في الفيديو دوت ما تنساش ان انت تعمل لي لايك، وكمان لو كنت لسه لغاية دلوقتي مش عامل لي سبسكرايب، يا ريت تعمل لي سبسكرايب وتفعل زرار الكرة علشان يجي لك كل جديد. ويا ريت لو عندك اي اسئلة في اي حاجة تخص الاوفيس او الويندوز او اي حاجة تخص الانترنت ممكن تسألني فيها، ممكن نعمل عليها فيديو فيما بعد. ويا ريت يا جماعة يكون الفيديو دوت افادكم، وبشكركم على وقتكم، وسلام.